يقول: ما رأيكم في من يطعن من طلبة العلم في معهد الميراث النبوي تحت إشراف الشيخ أحمد كازمون؟ من يرد إيه؟ في من يطعن من طلبة العلم في معهد الميراث النبوي. لا ده قصير النظر ولم يعرف أحمد مزمون، لم يعرف، نحن عارفين بفضل الله. وقابلنا هناك في السعودية محمد مزمون، وأحمد مزمون من طلاب علم الشيخ ربيع وعلماء من أهل السنة. كيف يطعن فيهم؟ كيف ما يعرفش؟ ما يعرفش يسأل، لا يعرف يسأل، فليطعن بدون علم ده مسكين، لازم يعرف دول الناس دي ايه حتى يتكلم عليهم، مش هو يحكم عليهم، لا، من غير ما يعرفهم لا، هذا خطأ كبير وتسرع. نعم.